أيها السادة، أيتها السيدات، تعرف مدونة الأحوال الشخصية الطفل بأنه كل شخص دون سن 18، وتنص على أن أهلية الزواج تتم عند نفس السن، ولكن الدراسة المسحية متعددة المؤشرات لسنة 2015 تؤكد أن أكثر من 35% من الزيجات جرت مع فتيات دون سن 18، وتؤكد التقارير الطبية أن معظم وفيات الأمهات والأطفال مرتبطة بالزواج المبكر، كما أن الدراسات التربوية والاجتماعية تربط التسرب المدرسي والطلاق بهذه الظاهرة. من هنا قرر الاتحاد الإفريقي إطلاق حملة ضد زواج الأطفال، وشاركت بلادنا في هذه الحملة منذ سنة 2014، وأنشأت لهذا الغرض لجنة متعددة القطاعات وضعت خطة عمل للتحسيس والتعبئة ضد مخاطر هذه الظاهرة. أيها السادة، أيتها السيدات، لقد حددت الأمم المتحدة يوم 11 أكتوبر يوما للفتاة الصغيرة، وهي المناسبة التي قرر فيها قطاعنا إطلاق حملة وطنية للتحسيس حول مخاطر زواج الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة وبالشراكة مع منظمة الرؤية العالمية. لقد وصف القرآن الكريم الزواج بأنه ميثاق غليظ، ومن هنا فإن الاستقرار الأسري ومتطلبات الصحة الإنجابية تقتضيان منا تعبئة الآباء والأمهات لصيانة حقوق أبنائهم وبناتهم وتجنيبهم كل ما يضر بأداء مؤسستي الأسرة والمدرسة.